الشركة قسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. شركة شنديق ديق وشلون دق شركة جيم شركة. الشركة الأكبر نسأل العافية والسلامة، إذا مات عليه ولم يتب فهو مخلد خلود أبدي في النار. شرك أكبر دينا توبة تديج ويل ويل والتقى دائما جوجة شرطة أرى تول شوغر والشون. أي عبادة تصرف لغير الله هذا هو الشرك الأكبر. ملخ عبادة خليلي الله وتنقيش حاج خلاحة إذا شرك أكبر دون السجود لغير الله، سجود خليلي قيش الله وتن، الطواف حول القبور، طواف ديش خليلي كشنش حاضر، الذبح لأصحاب القبور أتكشنش بولشان تان ذاب تان غرب دير خليلي، لو نذر لأصحاب القبور يتان نذر در يتان دوش دلر تشاغوير خليلي، دعاهم من دون الله يتاك دعدر خليل سوى الله وتن. فكل عبادة تصرف لغير الله هذا هو الشرك الأكبر. ملخ عبادة عبادة أحقيق حاجدة الله وجن إذا شرك أكبر دون. لو رفع أي إنسان النبي صلى الله عليه وسلم أو ولي من الأولياء الصالحين مرتبة جبار السماوات والأرض هذا كفر أكبر. أقا ملخ بايمر خليلي يا مليك خليلي الله يدرجع عش حلبوخش بلاحة تير تير تاني عاي نيس بيش بلاح إذا شرك أكبر دون.